السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي واخواتاتي، مرحبا بكم مرة اخرى. فيديو جديد، موضوع جديد ان شاء الله بحول الله مع فيصل المدن. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، دائما كنرحبوا بالناس الجدد وكنجددوا لهم الترحاب، وكذلك كنشكروا الناس اللي هما مشاركين معنا في القناة وكيعاونونا بالبارطاج واللايك ديالهم. بطبيعة الحال خوتي وخواتاتي، إذا كنتو كتشوفوني لأول مرة في هذا الفيديو، ما عليك إلا أنك تدعمنا وتشجعنا بالمشاركة ديالك في هذه القناة الصغيرة. بالمشاهدة ديالكم غادي تولي كبيرة إن شاء الله بحول الله، وحنا الثقة كاملة في هاد المشاهدين اللي كيتبعونا في هذه القناة هذه. وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وأعطيونا لايك إذا عجبكم المحتوى والموضوع بطبيعة الحال، وذلك فضلا وليس أمرا. ندخلوا في صلب الموضوع. دائما وابدا في موضوع الانجريسو مينيمو فيتال، الدخل الحيوي اليومي، يعني المساعده الجديده اللي صدقت عليها الحكومه في شهر ماي. خوتي وخواتاتي، بدا العد العكسي، يعني اللي فيه دفع الطلبات ما بقى قد ما فات، يعني بقات واحد المده الزمنيه قليله، يعني واحد المده ديال 16 ولا 17 يوم ان شاء الله بحول الله، باش انكم دفعوا الطلبات ديالكم. يعني 15 شهر 9 هو اخر يوم لدفع الطلبات. هذا من جهه. اليوم جيت نخبركم بواحد الخبر مبشر، ان واحد الصديق اتصل بي البارح وعلمني بانهم قبلوا له يعني الانجريسو، طلب الانجريسو مينيمو فيتال، وجاه واحد الميساج واحد في الهاتف ديالو وصيفطوا ليا وقريته، قلت له راك مقبول تبارك الله والحمد لله. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، جا هذا الميساج هذا تيقولوا له لا سيكولا سوسيال، يعني انس يعني انستيتودو ناسيونال سيكولا سوسيال انفورما سو بريستاسيون دي لانجريسو مينيمو فيتال سيا ريسولتو ا سو فابور ريسيفيرا لا نوتيفيكاسيون دي لا ريسوليسيون. يعني خوتي وخواتاتي، انت صيفطوك هذا الميساج وشارك معايا هذا الميساج اللي جاه وقريته، وحقيقة فرحت بزاف. هذا أول واحد كنشوفو جاه واحد الميساج وتقبل له يعني الطلب ديال الإنجليزي من بيطال، وقالوا له يعني ها حنا أنت راك مقبول، وغادي نصيفطوك واحد النوتيفيكاسيون واحد الإشعار واحد البرقية للمنزل ديالك، يعني تما ديعلموك إن شاء الله بحول الله شحال غادي تخلص في الإنجليزي من بيطال. وفي هذه الحالة هذي هذا الشخص هذا إلا خلصوه في شهر 9 بطبيعة الحال غادي يخلصوه في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 وشهر 9 إن شاء الله بحول الله. يعني داك الشيء كامل من بداية شهر 6 غادي تجمع له وغادي ياخذ مجموعة إن شاء الله بحول الله مكمولة. يعني هذه من بوادر ديال الفرحة والبهجة اللي تلقاها هذا السيد هذا، وهو سيد متزوج ولديه طفل، يعني أسرة، هو عنده واحد أسرة صغيرة يعني، وعنده بعض المداخل بطبيعة الحال، ولكن الحمد لله كيف ما كتشوفوا مازال معلق معايا عندي هذا الميساج هذا اللي رسلوا لي البارح. وحقيقة فرحت شفت على أن هاد المدة ديال جوج سيمانات من بعد ما السكرة سوسيال كونتراتاس، يعني داس واحد كونتراتو مع لامبريسا سميتها تراكسا وخدمات فيها 500 واحد، شفنا تسريع في طلب الملفات والإجابة على الناس إما بالقبول أو بالرفض. وكما كنعرفوا وتنقول لهم مازال سنعاودها على خدي ديال الإنجليزي من بيطال، الرفض عندك جوج ديال الأشكال ديال الرفض، يعني طلب الطلب إذا كان مرفوض فيه جوج ديال الأنواع، إما هادي صيفطوا لك برقية تعلموك على أنك الطلب ديالك ديال الإنجليزي من بيطال مرفوض، أو تكون الطلب ديالك مرفوض عن طريقة السكوت الإداري، يعني جوج ديال الطرق. وان شاء الله بحول الله غادي ندير لكم واحد الموضوع فيه جوج ديال المواضيع، جوج الاجزاء في جوج ديال البارتيس. يعني الموضوع الاول، اذا جاتك واحد البرقيه دينيغادا يعني اشعار تيقول لك انك مرفوض، الطلب ديالك مرفوض، شنو خصك دير باش انك دير واحد الريكلاماسيون؟ ولا ما جاتكش بطبيعه الحال كان واحد السكوت الاداري، غنوريك كيفاش انك كذلك دير واحد الريكلاماسيون وتحتاج الى كنتي انت كتوفر فيك جميع الشروط الضروريه باش انك يعني تستافد من هذه المساعده الجديده لانجريسو مي فيتال، وهي من حق الجميع. يعني ما دامت هناك 850 الف طالب او 850 الف اسره معوزه يعني محتاجه لهذه المساعده، الا وانهم على حافه الفقر، وقبح الله الفقر. تنقول لهم مازال تنعاودها، يعني خوتي وخواتاتي، هذا السيد هذا تقاسم معنا هذه البرقيه هذه، هذا الميساج الاشعار غادي يجي ان شاء الله بحول الله،
وفاش يجي اشعار يعني المنزل ديالو، ربما غادي نتواصل معاه ونشوف يعني كيفاش وصلوا الاشعار وشنو قالوا له فيه، باش انني نجي نتقاس معكم هذا الاشعار ونعرفوا ما هو جديد. يعني كنشوفوا العديد يعني هالقضيه ديال انجلش ميديزار كما تنقولوا اكذوبه القرن، يعني انا مازال ما عارفش شنو واقع. ولكن فاش دخلت يعني تاكسا، يعني شركه تاكسا مع دوك الموظفين ديال الضمان الاجتماعي في دراسه الملفات، كانت واحد ريكلاماسيون من طرف واحد الموظف ديال ديك الشركه على كيفيه يعني مراجعه الملفات ديال هاد الناس اللي هما كيطلبوا المساعده الجديده الا وهي انجلش ميديكال، وقاموا بواحد دينونسيا كونترا الضمان الاجتماعي عن طريقه التعامل مع هاد الملفات هادو. وحقيقه تنقول لهم مثلا عاوده، الا انت كنتي شهرين وانت مازال في الاستوديو تنقول لك من هنا، يعني هذه حاله طارئه. وقال لي واحد السيد، يعني كنتي مازال في الاستوديو وشهرين منين دفعتي، راه اما مازال ما قاسوش كل الملف ديالك، مازال ما قاموش بالمراجعه ديالو نهائيا نهائيا نهائيا، او يعني المراجعه ديالو بدات ولكن مازال ما كملاتش، بقى الملف ديالك تما يعني مركن يعني في الاداره ديالهم. وكذلك الناس اللي كانوا يعني ان ستوديو وتقلبوا اكتواليتي هذا عاوتاني ترجعوا ان ستوديو، يعني هذوك الناس راه قاسوا لهم الملفات وكانت واحد شويه ديال الحساسيه يعني. ومازال ما عرفناش يعني تدوز يعني توصل ل 15 تسعود ونعرفوا. دابا نستناو شهر تسعود يعني السيمانه الجايه لا سيمانه بروشون ان شاء الله بحول الله، وغادي نعرفوا ان شاء الله بحول الله ما هو الجديد. ووزير الضمان الاجتماعي الا هو السينيور اسكريبا ديما في بدايه الشهر تيخرج لنا بواحد التصريح باش انه تهدي الاعصاب لهاد الناس اللي طالبين هاد المساعده الجديده الا وهي الانجلش ميديكال. المهم على كل حال، حنا غاديين نوصلوا الكذاب حتى لباب الدار، وهاد المقوله راه ديالي تنقولها مازال تنعاودها، نوصلوا الكذاب حتى لباب الدار باش نعرفوا واش كاين هاد المساعده حقيقه 100%. ولكن الحمد لله هاد السيد فاش توصل بهذا الميساج تاكد على المساعده كاينه، ولكن ربما راه جات جائحه كورونا، يعني جائحه ديال الكورونا، حنا في الصيف يعني قله الموظفين باش انها تتم المراجعه. ولكن كنشوفوا على ان وزير الضمان الاجتماعي قام بواحد الوعد خاص بالنسبه لهاد الناس اللي دافعين طلبات، اللي تكون المراجعه في اسرع وقت، وشهر تسعود ان شاء الله بحول الله غادي يتم دفع الاجور الماليه والمستحقات لدوك الناس اللي تقبل لهم يعني الانجليز من فيتال، موافقه على الانجليز من فيتال. يعني هذا من باب بين قوسين، فهمنا؟ وانا تفرحت لهذا السيد، ومن هذا المنبر اخي العزيز تنشكرك على انك تقاسمتي معايا هذا الميساج هذا، وشكرا جزيلا من هذا المنبر. فلا داعي لذكر اسمه، انسان متزوج ولديه طفل يعني، والحمد لله وفقوا له يعني، الحمد لله على كل حال، هذا من فضل ربي، فهمنا؟ يعني ابشروا خيرا تلقاو الخير ان شاء الله بحول الله. تنقول له مازال تنعاودها، ويعني الانسان ما يفقدش الامل في الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو اللي قادر على كل شيء باش انك تحقق الامل ديالك. والخبزه المكتب الحلال، مكتب يجي عندك حتى باب الدار، يعني اللي انت خصك تقلب عليه ودير تسببني يا عبدي وانا نعينك، يعني سير دوق الابواب وربي يسهل ان شاء الله بحول الله. هذا من جهه. كما قلت لكم ان شاء الله بحول الله الفيديو الجاي يعني فيديو قادم فيه جوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى هي اذا كان عندك واحد الطلب مرفوض يعني دينيغادو، وجاتك واحد الاشعار يعني حتى الدار تيقول لك راه دينيغادو، نوريك كيفاش انك دير واحد ريكلاماسيون. كذلك كاين هناك يعني الطلب ديالك مرفوض عن طريقه السكوت الاداري، فهذيك الطريقه كذلك غادي نقول لك كيفاش دير واحد ريكلاماسيون في جوج ديال لي بارتي ان شاء الله بحول الله. خوتي خواتاتي، من هذا المنبر تنحييو داك الانسان على هاد المشاركه ديالو فهاد تقاسم معنا هاد الميساج والفرحه ديالو، راه هي ديالنا بطبيعه الحال، واخا هو هي تنشوفوا القبول عدد قليل من الناس 1% يعني من جميع الطلبات، راه 58000 تصوروا 58000 شحال يقبلوا فيهم مازال ما عرفناش، تنشوفوا النتيجه كيفاش تكون ان شاء الله بحول الله. وكيف ما قال وزير الضمان الاجتماعي يعني في الشهر الداخل غادي نشوفوا يعني حقيقه هذا الامر ديال المساعده الجديده الا وهي الانجليز مي فيتال. شكرا جزيلا على المتابعه، ودائما وابدا معكم فيصل المدن. شاركوا معنا في هذه القناه الصغيره وشجعونا ودعمونا بالاشتراك ديالكم، وفعلوا الجرس باش يوصل الجديد، واعطيونا لي لايك الى عجبكم الموضوع والمحتوى بطبيعه الحال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله، اخوكم فيصل.